الجزء الخاص بالابنورماليتيز اللي هو الهيموريج والشوك. الاسئله اللي جت في الامتحانات اللي فاتت اسئله معينه جيف اكاونت اون كومبنساتوري رياكشنز تو هيموريج. لو نزفت دلوقتي ازاي جسمك يحاول يعوض الضغط القليل ده ويعليه بالطبيعي؟ الاجابه بمنتهى البساطه لازم احط عنوانين رئيسيين في الاجابه، واحد ايميديت، رقم اتنين ديليت. يعني ايه الحاجات اللي هتعملها دلوقتي عشان تعلي ضغطك للطبيعي؟ بارو ريسبتورز شغلها يقل لانها بتشتغل اساسا لما الضغط يعلي، في الهيموريدج ضغطك بيقل. كيمو ريسبتور هتحطها عنوان وتحتيها سيتو ستيمولس ريسبتور اف سنتر افرن ريسبونس. يفضل اجاوب في نقط عشان اللي بيقرا اجابتك ما يتوهش، ما ياخدهاش باراجراف ويظلمك في الاجابه يقول ده ما قالش النقطه دي، لان احنا بنصلح دايما في شهر 6 فممكن ما ناخدش بالنا. اتكلم على السي ام اس اسكيميك ريسبونس، يبقى انا كده اخترت الشورت تيرم ريجيوليشن النقط اللي ليها علاقه بالموضوع. اجي على الانترميديت ريجيوليشن بلاد بريشر هختار ريفيرس ستريس ريلاكسيشن، ده كان بيشتغل او يحصل لما الضغط يقل. اجي على اللونج تيرم اتكلم عن رينين انجيوتنسن سيستم، يبقى انا عملت ايه؟ بصيت على ريجيوليشن بلاد بريشر واخترت منه النقط اللي هتتعمل علشان تعلي الضغط اثناء الهيموريدج. طب يعني ايه يا دكتور ديليت او لونج تيرم بقى؟ عشان تنظم ضغطك على فتره طويله لازم تصنع بلازما بروتينز في 3 الى 4 ايام، ولازم تصنع ريد بلاد سيلز في 4 الى 8 اسابيع. معظم الطلبه اللي في الدفعه بينقصوا ليه؟ بينسوا تماما الديليت كومبنساتوري ميكانيزم، ينسى يقول ريد سيلز وينسى يقول بلازما بروتينز. السؤال الثاني الشق، اسباب الشق وانواعه. الشق ليه اربع اسباب. السبب الاول بلاد فوليوم قل، لان معنى شق البلاد اللي رايح للتيشوز قليل. طب قل ليه؟ يا اما هايبوفوليميا نتيجه حرق او سيفير ديهايدريشن او سيفير فوميتنج، ده اسمه هايبوفوليميك او كولد شوك. كل نوع من الشق هتحطه لازم عنوان رئيسي، تحتيها عنوان كوزس وتحتيها سنترال فينس بريشر بيزيد ولا لا. اول نوع هايبوفوليميك. تاني نوع العيب في الفينز، الفينز واسعه بريشر فيها قليل، فاللي راجع الهارت قليل يبقى فينس ريتيرن قليل. ليها كذا اسم في الكتاب لازم تكتب اساميهم. فازوجينيك شوك العيب في الفين، او اسمها ديستريبيوتيف شوك في سوء توزيع، الفين واسع تحت مفيش بريشر جريدينت، او وورم شوك او لو ريزيستنس شوك. وتقول لي اسبابها من الكتاب، هيستامين او سيفير بكتيريال انفكشن او سبتيك شوك. النوع الثالث لا، ده العيب في الهارت، بلاد كافي بلازما فوليوم كافيه والفين بيرجع، الهارت في عيب، يبقى العنوان كارديوجينيك شوك رقم 3، احط العنوان تحتيها كوزز، ليه في مشكله في الهارت؟ هارت فيلير، اقول اسبابها. اجي للنوع الرابع اوبستراكتيف شوك، الكوز اوبستراكشن اوف بالمونري ارتري باي اثرومز. تكمله السؤال عن الشوك، جيف اكاونت اون كومبنسيتد شوك، يعني فقدت 10% من البلاد فوليوم بتاعتي، ازاي ان انا اقدر اعوض؟ كومبنسيتد شوك تساوي كومبنسيتد هيموريدج، زي ما قلت نزفت وقدرت تزود الضغط للطبيعي، يبقى الاجابه هي هي زي كومبنسيتد هيموريدج. في نقطه اخيره في الشوك، ايه هو دي كومبنسيتد شوك؟ ضغطي بيقل ويقل كمان، مش عارف ارجعه واعليه للطبيعي. ايه هي الاسباب؟ كاتبها لكم في الورق، يا اما فازوموتور فيلير، تكتب العنوان تحتيها الشرح. رقم اثنين مايوكارديال توكسيك فاكتور، تحتيها الشرح. ثلاثة لاكتيك اسيدوزس. أربعة انيروبيك ميتابوليزم.
خمسة هايبر كوأجيولابيلتي، زيادة البلاد كلوتنج اللي سدد كل الفيسلز، تعمل ديسيمينيتد انترا فاسكولار كوأجيولوباسي. وخلي بالك ميتوكوندريال انزيمز اوف ذا هارت افكتد باي اسيدوزس. في نقطة مهمة لازم تتقال، الانتستينال بارير بتتحطم ديستروي باي بكتيريا توكسنز، فالبكتيريا تعدي من خلالها وتوسع الفاسلز وتقلل الفينس ديتروي.